تعرفون شعور تأنيب الضمير لما أحد يقول لكم سووا شيء وما تسوونه، وخاصة من أمكم؟ هاي يما، وصلتي الفندق؟ إي وصلت الفندق. سويتي اللي وصيتك عليه؟ إي إن شاء الله يما إن شاء الله. سويتي تأمين السفر اللي قلت لك عنه؟ لا ما مش دعوة، ما بحتاج تأمين. May I have your passport please؟ ليش ما سمعتي كلامي يما؟ لا ما قصير شيء. وإذا صار؟ التأمين يحميك والتأمين يساعدك. جوازي، وطبعاً السفر ما يحلى إلا بالأكل. جوازي وضاع، أكل وتسمنت، شنو بعد ممكن يصير؟ والخلاصة سمعوا كلام أمكم.